بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا يعطيكم ألف ألف عافية يا رب، ويديم عليكم الخير والصحة والعافية. شفتوا قديش المعلومات كانت قليلة بالدرس الأول، ودائرة أو دائرتين صاروا بجيبتي. الآن يلا خلنا ننتقل على الدائرة أو دائرتين للدرس اللي بعديه، ونقول يا رب. الآن الدرس الثاني من دروس اللهم صل على سيدنا محمد، القضايا في الشعر العربي الحديث، اللي هو الاتجاه الرومانسي اللي له ثلاث مدارس. راح ناخذ جماعة أبولو والديوان والمهجر. نبدأ بجماعة الديوان. الآن هي حركة تجديدية في الشعر العربي، إذن هي حركة تجديدية، نمسك هاي الكلمة، في الشعر العربي الحديث. ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين، كلهم بهاي الزمن طلعوا، هاي الشعر الحديث طلع بهذا الزمن أو الوقت. إثر صلات فكرية قامت بين أعلامها، يعني هاي الحركة شو اللي أوجدها؟ شو اللي خلاها تطلع للوجود؟ اللي في علاقة بين أعلامها، قالوا خلينا نكون إيش؟ نكون جماعة، اللي هي جماعة الديوان. من هم؟ عباس محمود العقاد، إبراهيم المازني، عبد الرحمن شكري. ضروري جدا تحفظوا هاي الأسماء، ضروري. يعني خلصنا إحنا الجيل الأول والثاني بالكلاسيكي، الآن جايين على محمود العقاد، عباس محمود العقاد، إبراهيم المازني، وعبد الرحمن شكري من جماعة الديوان، لازم تحفظ. وسميت بهذا الاسم ليه؟ نسبة للكتاب تاعهم، يعني قالوا يلا يلا بدنا نسمي هالجماعة، شو نسميها؟ شو يكون نسميها على اسم الكتاب؟ قالوا يلا على اسم الكتاب. شو الكتاب؟ اللي هو الديوان في الأدب والنقد، وهو كتاب نقدي. إذن هو كتاب إيش؟ نقدي. ممكن نجيب لك يا ضع دائرة، انتبه. نقدي ألفه العقاد والمازني ووضعه في مبادئ جماعتهم الأدبية ورؤاهم في الشعر، يعني أنه كيف يروا الشعر، الآراء النقدية الموجودة، المبادئ عندهم وضعوها فيها. تأثروا بالثقافة الأدبية الإنجليزية، اجت سنة سابقة هاي، خاصة شيلي وهزلت. بدك تعرف أن الجماعة تأثرت بالثقافة الأدبية الإنجليزية على إيد شيلي وهزلت. دعوا إلى توخي الصدق، مهم جدا هذا السؤال، دعوا إلى توخي الصدق في الشعر، ليه؟ أو علل لماذا هاجمت جماعة الديوان شعر المناسبات؟ هذا السؤال، وهذا السؤال إجابة واحدة، لأن الشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه العاطفية وتأملاته النفسية. تحفظوا الإجابة، تمام؟ بديش أطول، تحفظوا الإجابة فيها. فالآن إذا جاءك سؤال لماذا دعوا إلى توخي اللي هي جماعة الديوان الصدق الفني في الشعر، لماذا هاجموا شعر المناسبات، تجي إجابتك أنت الشعر عندهم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه العاطفية تأملاته النفسية. دواوينهم الشعرية، ضوء الفجر هذا لعبد الرحمن شكري، هدية الكروان وعابر سبيل للعقاد، وفي المازني له ديوان باسمه اللي هو ديوان المازني. يلا نفوت على العلامات، على طحشة العلامات اللي هي الملامح والمضامين والموضوعات اللي كتبوا فيها. أول شيء التعبير عن النفس الإنسانية. طلبنا والله العظيم لو بيدي أنا لا أخليك بس التعبير عن النفس الإنسانية، لكن صار يدوروا على فكرة موجودة هون ويطرحوا عليها سؤال، فالآن أنت كمل حفظك الله يعينك. التعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات فكرية ونظرات فلسفية ناشئة عن وين؟ تجارب نفسية ذاتية يرصد فيها الشاعر انفعالاته وتأملاته وأفكاره. أكثر عشان هذا الحكي كله الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود وعالم المجهول. فالآن بدنا نحفظ يا طلاب، إن كل حرف موجود هون الله يهديكم أنكم تحفظوا كل حرف. فعبروا عن النفس الإنسانية وما يتصل بهذه النفس من تأملات فكرية نظرات فلسفية. من وين إجت هاي؟ من تجارب إنسانية يرصد فيها الشاعر إن الانفعالات اللي عنده والتأملات اللي عنده والأفكار. عشان هيك أكثر من الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود وعالم المجهول. الآن في عنا قصيدة لازم تحفظ مين قائلها، لأنه اسم قصيدة هاي اللي هي إلى مجهول لعبد الرحمن شكري. كلمة مجهول عكسها أعرفه أعرفها والمجهول كمان، تحفظ. يعني في بيت في أعرفه، في بيت في أعرفها، في المجهول. اثنين، التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية. خلصنا عن التعبير عن النفس، تفاعلوا مع موضوعات الطبيعة الحسية، فالشاعر يعطيها من تأملاته وخواطره. فقد خاطب العقاد طائر الكروان، تحفظ أنه خاطب طائر الكروان المغرد حين وجد نفسه فيه، فهو صوته ضميره وقلبه الصغير وعينه، يعني كأنهم تقمصوا شخصيات بعض هون. إنه يتحد بطائر الكروان اتحادا تاما مستخدما ضمير المتكلم، إجت وزارة فيها، فبدك تدير بالك هون. يقول أنا في جناحك، أنا في، أنا في، أنا منك، أنا منك، هاي أبيات تدل على التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية. أربعة، الحديث عن الشكوى والألم. بدي كلمة الشكوى لأنه الأبيات كلهن آخريتين ألف، الأبيات راح يكون كلهن آخريتين إيش؟ آخريتين ألف.
والإحساس بالضيق والسأم، لذلك جاءت بعض أشعارهم تصويرا لتلك المعاناة. إذا قال لك علل لماذا جاءت أشعارهم تصوير لمعاناتهم هون، تقول له لأنهم تحدثوا عن الشكوى والألم والإحساس بالضيق والسأم. خلصنا التعبير عن النفس الإنسانية، خلصنا التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية، الآن خلصنا الحديث عن الشكوى والألم وربط الأبيات أربعة، والأخيرة التجديد في خمسة أربعة التجديد في الأوزان والقوافي، ومن ذلك ظهور الشعر المرسل في يعرف عليه، انتبه له هون، الذي يتقيد بالوزن ويتحرر من القافية. عبد الرحمن شكري فيه له قصيدة، شو اسم القصيدة؟ قصيدته كلمات العواطف، مدام في عواطف بين من ومين؟ خليلية واصحاب والإخاء. تجديد في الأوزان والقوافي، إجا الشعر المرسل يتقيد بالوزن يتحرر من القافية، في واحد اسمه عبد الرحمن شكري من جماعتهم له قصيدة اسمها كلمات العواطف، والأبيات فيهن خليلية والصحاب وإخائي. آخر شيء المحافظة على الوحدة العضوية، بحيث تظهر القصيدة كأنها جسد واحد هون، فكل بيت ملتحم بالبيت اللي قبله والبيت اللي بعده. هاي القصيدة اللي بين إيدينا آه من التراب للعقاد، العقاد قالها في شاعرة اللي هي مي زيادة، فأصلا البيت راح يكون فيه ذكر اسم مي. طلابنا هيك خلصنا خمس ملامح وموضوعات تحدثت عنها جماعة إيش الديوان. نأتي إلى الخصائص الفنية. الخصائص الفنية الموجودة عندهم جماعة الديوان، واحد التجديد في المعاني الشعرية، جددوا في المعاني الشعرية بالتركيز على الذات والهيام بالطبيعة ومعالجة الموضوعات النفسية والانصراف عن شعر المناسبات. اثنين يهتم بتحقيق الوحدة العضوية للقصيدة، هاي اللي قبل شوي كانت فوق هون. ثلاث يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفي، انتبه لنا هذول الثلاث نقاط بدك تبصمهن بصم. يلا، جددوا في المعاني الشعرية، الآن اهتموا بالوحدة العضوية للقصيدة، ثلاث الجانب الفكري الفلسفي يطغى على أشعارهم، يطغى على أشعارهم. الآن يلا الأسئلة، وضح المقصود بالشعر المرسل يتقيد بالوزن ويتحرر من القافية ويعد من مظاهر التجديد في الشعر العربي، يا ريت لو نحفظها. الوحدة العضوية إنها تكون القصيدة جسد واحد، فلا بد أن يلتحم البيت اللي قبله بالبيت اللي بعده، ويستلزم ذلك إنه وحدة موضوع ووحدة المشاعر، فتكون القصيدة كالكائن الحي لكل عضو وظيفته. هذا بالنسبة للوحدة العضوية. علل ما يأتي، هذول الجماعة ليش مالوا إلى التجديد في الشعر؟ ليه؟ الجواب بسبب الثقافة الرومانسية التي تحطم كل السدود التي تقف أمام الشاعر في الصياغة والأوزان والقوافي، كي يتاح للشاعر الحرية الكاملة في التعبير عن التجربة الذاتية. إذن ليش هذول جددوا في الشعر؟ بسبب الثقافة الرومانسية التي تحطم كل السدود، ويا ريت نقدر نكمل الإجابة. علل يغلب على شعر جماعة الديوان العمق والغموض، يدير بالك على هاي الأسئلة، لأنه يطغى على مضامينه الجانب الفكري الفلسفي ويعالج الأمور النفسية. طلابنا هيك خلصنا هاي الجماعة، فيها شوية فلسفة بس أشد حيل شوي، إن شاء الله رب العالمين أحصل كل العلامات. معناته أحفظ التعريف، أحفظ مين هم الجماعة، الكتب تعيتهم، الملامح والخصائص الفنية، أدير بالي أكون حفظهم، والمفروض أن الطالب الآن حافظهم، وإن شاء الله رب العالمين تكون الأمور كلها بإذن الله عز وجل بسيطة. يعطيكم العافية، رح ننتقل للموضوع اللي بعدين إن شاء الله رب العالمين.